رئيسك الجزء الجامعي للمدينة للعمل الجبار اللي قامت به مدينة مراكش بمجلسها وحضورها في وقت وجيز وبطبيعة الحال بتعاون كبير مع السلطات المحلية وبالمصاب الجلال اللي تسمى به بالزلزال وبالعمل الكبير وبالنجاح الكبير ديال المؤتمر ومراكش كانت حاضرة في الوقت. وكذلك في إشارة أخرى السيد الرئيس إشارة لتحمل المسؤولية المكبرين لهذه المدينة لما المجلس اليوم تيجي وافق وتيدوي على الميزانية لأنه كانت مناقشة ومناقشة مستفيضة في اللجان وكان عمل كبير داخل اللجان وتنشكر السيدة رئيسة اللجنة على العمل ديالها والتفادي ديالها داخل اللجنة ديال المالية ولكن في كذلك تحمل المسؤولية السيد الرئيس ما بقيش بغينا شي أشغال تعرفها مدينة مراكش أقل من المستوى اللي عرفتها اليوم ما بقيش بغينا صراحة ما بقيش السيد الرئيس أنا ألتمس منك وحنا سمح لي مازال ما دخلش في النقاط ألتمس منك ديال المدينة راضيين على المدينة ديالهم في البلاد وراضيين بواحد الشكل كبير ويلتمسون وزوارها كذلك أنه الإسباقية عندنا تكون في مجلس في برنامج عمل الجماعة البنية التحتية وتهيئة البنية التحتية ديال مدينة مراكش هذا ملتمس السيد الرئيس مني شخصيا أننا نركزوا على البنية التحتية ديال المدينة ونمشيو في هذا المستوى كنعرفوا بأنه كاين اتفاقية ديال الجليز كاين اتفاقية ديال جامعتنا كنعرفوا التنفيذ مازال ما بدا الجماعة التزمت والمجلس عبر الدعم داكشي اللي خصو السنوات المتتالية المجلس الجماعي قام بالواجب ديالو تيبقى الشركاء وما فيهاش شك بانه الشركاء حتى هما غادي يقوموا بالواجب ديالو وخصوصا انه الشريك الكبير هو الوزارة التي ترأسها رئيستنا اذا هذا هو توضيح وهذا هو اللي قلت انا هذا الكلام للتالي الاشارة اللي حملناكم كلنا كاعضاء مجلس للمثمرين ديال المدينة اولا تشكركم اشارة شكر وإشارة تحمل المسؤولية في المستقبل إن شاء الله الشيخ الرئيس. بالنسبة للنقاط اللي تناقشوا بين أيدينا ديال الشركة ديال التنمية المحلية، السيد الرئيس أنا عندي فيها جملة واحدة. حنا لا إس إن تي إيه مرحبا بها كتجربة كغير ذلك ولكن بشروط المجلس ليس بشروطها. مرحبا بها كذلك وخصهم يعرفوا وخص المجلس يعرف بأنه حتى المساهمة ديالهم راه ما عطاوهاش خاصة تعاون من الوزارة الداخلية احنا إذا نحشموا من الوزارة الداخلية هذه الحقيقة الآن أنا إذا نحشموا من الوزارة الداخلية ولذا التمس منك السيد الرئيس خصوصا أنك وقف على هذا الملف أنه ترجعوا للوزارة الداخلية لحل هذا المشكل وأننا نديروا معاهم وما يجيوش هذا كلام آخر